التجرد والعدل والإنصاف المقوم الثاني من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الآخر. ترى كيف نحقق التجرد والعدل والإنصاف، وكيف يتصف بهما الداعية إلى الله عز وجل والذي يسير على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم صاحب الفضيلة؟ بخير حال والحمد لله. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. كرمك الله. بداية يعني أود بداية غير تقليدية، قد يقول قائل أننا بهذا البرنامج نتقوقع في القرن الأول منذ 14 قرنا خلت ومضت من الزمان، والدنيا في تسارع شديد جدا، والأنظمة السياسية تتغير، والملوك تتغير، والأنظمة الحاكمة تتغير، فهل من إجابة مقنعة للرد على مثل الذي يقول هذا الكلام؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلعلك تلاحظ أننا منذ اللقاءات الأولى في هذا البرنامج نؤصل لواقع الدعوة الحالي ونبين الخلل الكبير، صحيح، ونقف على حجم الأخطاء وننقد الذات نقدا هادفا بناء مؤدبا مهذبا. فهذا لا يقول منصف أننا بهذا نتقوقع أو نهرب من الواقع لنذهب بعيدا، وإنما نحن نرتبط بالأصل ونتصل بالعصر. جميل، نرتبط بالأصل ونتصل بالعصر. نعم، فنحن جميل. لا نضع الحواجز والسدود والعراقيل والعقبات بيننا وبين هذا الماضي المجيد المشترك كما يريد لنا أعداؤنا. نعم، بل نحن نستلهم من هذا الماضي المجيد المنير المبارك نورا يضيء لنا الطريق، ودماء زكية تتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا وأولادنا. ولماذا ننكر على الأمة أن تعتز بتاريخها وأن تفخر برجالها وأبنائها في الوقت الذي نرى فيه أخي محمد كل أمم الأرض بلا نزاع تعتز بتاريخها وتفخر بأمجادها وتتغنى ببطولات أبنائها؟ وأنا أقول بأعلى صوتي وبملء فمي وبكل ثقة إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. أولم يقل ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن نستلهم من هذا الماضي الدروس والعظات والعبر لنسير على ذات الطريق مرتبطين بالأصل الكريم المنير الطاهر المبارك متصلين بعصرنا المتجدد. وأنا قلت إن من أخطر التحديات التي تواجه الحركة الإسلامية المعاصرة التعامل الخاطئ من بعض أفرادها من الدعاة أو الأفراد العاديين مع النصوص العامة والخاصة من كتاب ربنا وسنة نبينا وبدون تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لابد من الربط بينها ربطا صحيحا لمواكبة هذه الحركة المتجددة المتغيرة العصر. وإلا فأنا أقول لا يجرؤ أحد من علماء أهل السنة أن يقول بإغلاق باب الاجتهاد، بل لقد يعني ذكر كثير من أئمتنا أن باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة، ومنهم من قال بأن الاجتهاد فرض لا ينتهي ولا يغلق بابه. تمام، بارك الله فيك وأحسن الله عليك. يعني تناولنا في الحلقة المنصرمة المقاوم الثاني من مقومات منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هو التجرد والعدل والإنصاف. وجميل أن ذكرتنا بما دار بين خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجرح عليهما رضوان الله تبارك وتعالى، وما كان من موقف أبو بكر الصديق في عزل أبو عبيدة وتولية خالد، وما كان موقف سيدنا عمر على الجميع رضوان الله في عزل خالد وتولية أبي عبيدة بن الجراح، ووقفنا على قمة التجرد لله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال، كيف يحقق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى التجرد والعدل والإنصاف بخطوات عملية؟
هذا سؤال في غاية الأهمية والخطورة. وأسأل الله أن يرزقني وإياك الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين. آمين. المخلصين. آمين. المتجردين. إنه ولي ذلك والقدر عليه. آمين. فما أسهل التنظير. صحيح. فما أسهل التنظير. نعم. اللهم اجعلني وإياك وإخواني جميعا وأخواتي من الصادقين. آمين يا رب العالمين. المشهد اللي أنا ذكرته في الحلقة الماضية يبين لنا أخي محمد البون الشاسع. حبذا عذرا بين قوسين، لو ذكرتنا به ربما يكون فات أحد المشاهدين الكرام هذا المشهد. هو مشهد قد يطول يأخذ ثلاث أربع دقائق من الحلقة، لكنه يبين تجرد الصحابة رضي الله عنهم، تجرد الصديق في اختياره لخالد كرجل المرحلة، وتجرد أبي عبيدة في تنزله عن القيادة لخالد، وتواضع خالد في إرساله لأبي عبيدة يطلب منه النصح والمشورة، ثم يبين أيضا تجرد خالد في تنزله عن القيادة ليصبح جنديا والآخر لأبي عبيدة. يعني تواضع الصحابة وتجرد الصحابة وتقديمهم مصلحة هذا الدين على مصالحهم الشخصية وعلى يعني آرائهم ورؤاهم يبين لنا البون الشاسع بين ما نحن عليه وبين ما كانوا عليه. نعم. صحيح هم رجال ونحن رجال كما يحب البعض أن يقول، هم رجال ونحن رجال إن سرنا على دربهم، إن رفعنا نفس الراية التي رفعوا وحققنا المنهج الذي حققوه. فالأمة الآن تعيش عصرا بدون مبالغة عز فيه جدا التجرد والعدل والإنصاف، بل ومما يؤلم القلب أننا نرى من بين الدعاة أنفسهم من ابتعد كثيرا عن هذا المقوم، عن التجرد والعدل والإنصاف في دعوته وتعامله مع الآخرين حتى وإن كانوا له من المخالفين. اسمع الكلمات دي وتدبرها، وأنا سأقرأها بحروفها لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنني أظن والله أعلم أن ابن تيمية رحمه الله كتبها في السنوات القليلة، كأنه كتبها في السنوات القليلة الماضية لواقعنا الآن. عجيب. نعم. عجيب. اسمع ماذا أقول. تفضل. الكلام في منهج السنة النبوية. نعم. لمن أراد أن يراجعه من أبنائنا وأخواننا في كتاب منهاج السنة النبوية. نعم. شيخ الإسلام المجلد رقم 5 صفحة 255 بتحقيق محمد رشاد سالم طبعة مؤسسة قرطبة. نعم. لأن قد تختلف طبعة. بيقول إيه بقى؟ يا الله. يقول ابن تيمية طيب الله ثراه. آمين. فإن أكثرهم، أكثر الناس، يتكلم عن أهل السنة. ملابسات الكلام ماذا يعني؟ هو بيتكلم. موقف. نسمع الفقرة. طيب. ويتضح جدا كلام شيخ الإسلام. طيب. بيقول فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، ولا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا. سلم يا رب. وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه. جميل. ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد. عجيب. عجيب. فيفضي هذا المنهج المختل الذي يحدث. نعم. فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. وهذا حال الكفار الذين لا يطلبون إلا أهواءهم ويقولون هذا صديقنا وهذا عدونا، لا ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله. ومن هنا
تنشأ الفتن بين الناس. جميل. يعني إذن لا ولاء ولا براء إلا لمن يحبون، ولا مولاة ولا معاداة إلا لمن يأتي على هواهم. هكذا ما فهمته؟ نعم صحيح. حكموا الأهواء إذن. هذا هو الخلل، عشان بقول لحضرتك عز في زماننا التجرد والعدل والإنصاف. أنت ذكرت كلمات لشيخ الإسلام تيمية في مقدمة الحلقة الفائتة. نعم. من أروع ما قال، قال وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل ولا تستقيم مع الظلم، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. جميل. وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فإن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. جميل. فالعدل هو الميزان. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني الظلم. سليم. ويحض وزنه بالقسطاس المستقيم. نعم، آيات كثيرة جدا. نعم، في العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآن إن أحببتك رفعتك إلى السماء السابعة، وإن اختلفت معك في الليلة القادمة في أمر من الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله جردتك من كل محمدة كنت أنا بلساني أحمدك بها في الليلة الفائتة. سلم. وعين الرضا عن كل عين عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب، بارك الله فيك. أنا لسه أسأل سؤال فضلتك في هذا الموقف الذي تعرضت له، مقارنة بين واقع الصحابة وتعاملاتهم وتصرفاتهم مع بعضهم البعض وبين واقعنا الآن. هل لعيب في النفوس أم لعيب في الزمان؟ لا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، الله أكبر، ولو نطق الزمان بنا هجانا. نعم. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أحسنت. إذا هم أخلصوا لله سبحانه وتعالى، هم كانوا يعملون لمن ونحن نعمل لمن؟ أرجو الله عز وجل أن يكون إخواننا يعملون. لا، أنا أتهم نفسي، أنا لا أتهم إخواني. والغرض من البرنامج كما تفضلت أن ننزع هذه النكات السوداء عن الثوب الأبيض. جميل. أن ننقد أنفسنا نقدا بناء، وأن نصحح الخطأ، وأن نقوم المسار. وهذا هو المراد الحقيقي بالتجديد. سليم. التجديد ليس معناه أن نتخلى عن الأصول، لن نتخلى عن الأصول. التجديد ليس معناه أن نتنازل عن الثوابت، لا تنازل عن الثوابت، وإنما التجديد أن نعود بالأمة إلى هذه الأصول والثوابت، على لتفهم هذه الأصول والثوابت على مراد الله ورسوله، أن نرجع بالأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها. وقد خلصنا السنة المطهرة المبرأة ونقيناها من كل بدعة ومن كل غبش ومن كل دغل. عذرا فضلتك، إذا مع تجديد الخطاب الديني. نعم. لكن لك مفهوم خاص للتجديد، وأظن أن هذا هو الذي يقول به كل عالم من علمائنا. فلا يقول بالتجديد أي بالتخلي عن الأصول والثوابت إلا من لا علاقة له أصلا بهذه الأصول ولا يفهم شيئا عن هذه الثوابت. محال أن تتخلى الأمة عن قرآنها، محال أن تتخلى الأمة عن حبيب قلوبها صلى الله وعن عليه سنته وهديه. نعم، نحن نجدد بالبحث عن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله نجدد عليه وسلم. بالارتباط بهذا الأصل مع الاتصال بهذا العصر من خلال هذه المجامع الفقهية ودور الإفتاء على مستوى الأمة التي يجلس فيها العلماء المتخصصون من كل جانب من جانب العلوم الشرعية والحياتية، ليربطوا بين هذه القواعد الكلية وبين هذه النصوص القرآنية والنبوية وبين الواقع المتجدد والمتغير الذي لا يقف في ساعة واحدة على حال. صحيح. هل من خطوات عملية نتبعها جميعا ومن قبلنا الدعاء لأنهم ورثة الأنبياء لتحقيق التجرد والعدل والإنصاف؟ الخطوة العملية الأولى أو القاعدة الأولى أخي محمد أن نتورع في القول. التورع في القول. بمعنى؟ باختصار شديد جدا لأن الموضوع طويل. على راحتك. الداعي المتجرد نعم.
يحاسب نفسه ألف مرة قبل أن ينطق مرة. عنده ورع، مش خوفه فقط، لا أعلى من الخوف، الورع، عنده ورع، لأنه يخاف أن يقول غيبة ولا يسمح لأحد أن يقع في غيبة في مجلسه. تمام. الداعية المتجرد لو جاء رجل يسيء إلى أحد إخوانه الأفاضل من الدعاة لا يقبل، لا يقبل أن يؤكل لحم أخيه من الدعاة إلى الله أبدا، وإنما يذب عن عرض إخوانه، ولا يقبل أن تنهش لحوم في مجلسه، فهل هذا يقبل أن يأكل هو بنفسه لحوم إخوانه؟ وإذا كان الأمر متعلقا بأخطاء شرعية مثلا أو منهجية، يبين الخطأ بتجرد وعدل وإنصاف. جميل جميل. فالحق أحب إلينا من كل شيوخنا، والحق أحب إلينا من كل علمائنا. جميل. ونحن لا نعبد العلماء ولا نعبد الدعاء ولا نقدس العلماء ولا نقدس الدعاء ولا حتى الأئمة عليهم رضوان الله وسحائب رحماته. آمين. لا نقدس أحدا. نعم. ولا نقول بالعصمة إلا لحبيب قلوبنا المصطفى فقط، الله عليه وسلم. لا نقول بالعصمة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر إخواني من الصحابة. فكيف نقول بالعصمة لإمام من أئمتنا أو عالم من علمائنا؟ الشاهد أننا نجلهم ونحترمهم ونقدرهم ونعرف أوزانهم وأقدارهم، ومع ذلك نقول قولة علي رضي الله عنه عليه رضوان الله: اعرف الحق تعرف أهله. يعرف الرجال بالحق، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فإن الحق لا يعرف بالرجال، لكن الرجال يعرفون بالحق. الرجال تموت. إذن التورع في القول، نعم، هذا خطوة عملية أولى لتحقيق التجرد والعدل والإنصاف. نعم. على سبيل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جميل. الأدلة طبعا على هذا أو على هذه القاعدة كثيرة جدا، يعني ما أجمل أن استهللتها بهذا الدليل القرآني البديع. دورك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا كنت قد ذكرت مثالا يعني لأخفف به حدة المنهجية في الطرح. تفضل. قلت تخيل دكتور محمد لو أنه طلب منا الآن أن يذهب فورا كل مواطن إلى أقرب قسم شرطة له، لأن أجهزة الأمن هتركب له جهاز تسجيل، جهاز كاسيت يسجل عليه كل كلمة، تسمع وتنصت. كل كلمة، ولن يفتح إلا بواسطة المسؤولين، فكل كلمة فيها ذكر وتسبيح وتهليل هيكافأ عليه، ياخذ مثلا جنيه جنيها، وكل كلمة سيعاقب عليه. استحلفك بالله، هل سينطق احدنا الا بالذكر؟ ابدا، مستحيل. سنتحرى ونرطب بها ألسنتنا. الأخبار للدراسة إيه؟ تقول الله تمام أكبر. تمام. صحيح. الواد عمل إيه في الثانوية العامة؟ ما شاء لا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل كلامنا. صحيح. طيب سبحان الله. رب العزة هو القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومع ذلك لم تهز هذه الآية قلوب كثيرة، بل تجاهلتها قلوب كثيرة، وتجرأ كثير منا على القول وعلى الاتهام والتخوين والتكفير والتفسيق والتبديع، بل والإخراج من الملة والتشكيك في دينه وفي النوايا كذلك، بكل جرأة وبلا خجل أو حياء من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. وقال كما في الصحيحين أيضا: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، كلمة يا إخواني من رضوان الله لو يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات.
وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهب في جهنم. فأنا أريد أن أذكر نفسي، أو نحن مؤاخذون على ما ننطق بألسنتنا؟ هكذا سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحن مؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل أوردنا الموارد إلا اللسان؟ هل تصدق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل يوما على أبي بكر بن الصديق فوجده رضي الله عنه قد جبذ، أي جذب لسانه وأخرجه خارج فمه، فقال له عمر: ماذا تصنع يا خليفة رسول الله؟ فيقول له فيقول الصديق لعمر مشيرا إلى لسانه: هذا هو الذي أوردني الموارد، هذا هو الذي أهلكني وأوقعني في المهالك. الصديق يقول هذا: وأنا أقسم بالله غير حالف أنه ما قال إلا الحق، وما قال إلا الخير، وما نطق إلا بما يرضي به ربه سبحانه وتعالى. نحن لا نتورع عن القول في أي شيء، قد نتورع عن الحلال الذي أحله الله لنا، ولا نتورع عن أكل اللحم الحرام حتما الذي حرمه الله علينا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. نعم. إن الله تواب رحيم. بارك الله فيك وأحسن الله عليك. لماذا عدم التورع في القول في هذه الأيام؟ هل لضعف في النفوس، أم لضعف في أم تغير الظروف، أم للإمهال الذي أمهل به الله سبحانه وتعالى من لا يتورعون فيه؟ لا، لقلة الدين ولرقة الدين. الله أكبر. نعم، لرقة الدين في قلوبنا، في قلوبنا، يعني بحيث صار الواحد منا لا يعرف جلال ربه ولا يعرف قدر ما يقع فيه من الحرام. هل تعلم أنه لا تمضي ليلة، أنا أعي ما أقول، لا تمضي ليلة علينا في هذه الليالي إلا ونرتكب فيها كبيرة من أبشع الكبائر، ألا وهي كبيرة القذف. القذف، اتهام الناس، رمي الناس في أعراضهم، وإن الذين يرمون المحصنات، نعم، رمي الناس في أعراضهم، انتهاك الحرمات واتهام الأعراض كبيرة من كبائر الذنوب يا دكتور محمد. لا إله من الله. السبع الموبقات أي المهلكات، سلم يا رب. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومن أهل العلم من قال قذف أهل الإيمان، هو ينطبق على المحصنات وعلى الرجال أيضا، نعم، وعلى أهل الإيمان من أيضا المؤمنين، نعم. فهذا هذه كبيرة ترتكب. إذا قل هذا يروج على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والتلفزيون وأنا مجرد ناقل، كفى بالمرء إثما أن الله يبارك فيك ويفتح عليك، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وبعدين لا يكن أحدكم إمعة، ولكن فليوطن نفسه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا يتجنب الإساءة. المؤمن لا ينبغي على الإطلاق أن يكون كالهمل الرعاع من أتباع كل ناعق، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه رضوان الله: الناس أصناف، عالم متعلم ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. المؤمن ليس كذلك. رهيبة الثالثة بصراحة. اي والله، همج الرعاع يتبعون كل ناعق. يا اخي الحبيب ويا اختي الفاضلة، انا اربأ بك واربأ بك ان تتبع كل ناعق. النبي عليه الصلاة والسلام حذر وقال كما في مسند احمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. التافه، التافه، السفيه، ما أكثرهم. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. الله الله. ثاني: وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. فلا ينبغي للمؤمن أن يتبع كل ناعق، وإنما يجب عليه أن يوطن نفسه. طيب، في إشكالية فضيلة الإمام، تفضل. عذرا المقاطعة أيضا، لأنه معي دقيقة. إذا الآخر هذا الذي يتبع كل ناعق رأى أهل الدعوة وأهل الدين هم على ضلال،
وغالبا ما يحدث هذا. هذه فتنة عظيمة، وأنا أقر هذه فتنة عظيمة. نعم. ولذلك خذ مني هذه الكلمات لنختم بها الحلقة لإمامنا وشيخنا ابن القيم عليه صحيح بالرحمة. العلماء نوعان، الأول صنفان من العلماء والدعاء، دعاة جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وأعمالهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين. يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وأعمالهم. تمام. ودعاة جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عنها بأعمالهم، فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أعمالهم للناس لا تسمعوا إلينا، فهم في الظاهر أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. يا لطيف يا لطيف. فهم في الظاهر أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. شايف الكلام هذا دكتور محمد؟ رائع، يشخص الذي نحن فيه الآن، يشخص. وأجمل من قول ابن القيم قول حبيبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ ماذا؟ والحديث رواه البخاري ومسلم حديث حذيفة. نعم. قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله الله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الإسلام. نعم. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال حذيفة: قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. وما دخنه؟ قال حذيفة: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي. الله أكبر. الله أكبر. تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. سلم يا رب. دعاة على أبواب جهنم. دعاء. سلم يا رب. دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم: هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اللهم اختم لنا بالإيمان ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. لكم مع فضلاتكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، مع الخطوات العملية لتحقيق التجرد والعدل والإنصاف، وكيف نرصد ذلك في واقعنا العملي. شكرا لفضلتك على هذا اللقاء. حياك رب وبياك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكركم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسن. شكرا لفضلتك سيد الهدى. الله يبارك فيك. رضي الله عنك وارضاك، وحتى ضمان لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.